السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم في فيديو جديد. شوفوا هذول الأرانب الصغار، اليوم صار عمرهم 29 يوم. طبعا أطلعهم أشمسهم مرات وأرجعهم بالليل، عيصير عندنا الجو بارد بس بالنهار الجو طيب، فدائما بالنهار أطلعهم. اليوم طلعتهم شمستهم، وحاليا هم طلعتهم، عدى صور فيديو وقلت لهم خليهم شوية يأكلون من الحديقة وأرجعهم. هاي أمهم هم هناك. طبعا اليوم قلت خلي اتكلم لكم عن أهمية التشميس والتهوية، يعني مكان الأرانب إذا تخليهم بمكان تدخل به الشمس بالكامل والتهوية طبيعية، يعني دائما المكان يتهوى وشمس تدخله، ما راح تواجه أمراض، وإذا تواجه أمراض راح تواجه أمراض قليلة جدا. يعني أنا قبل ربيتهم سنة قبل ما أسوي المحمية كان مكانهم مفتوح، راح اخلي لكم رابط فيديو من الفيديوهات القديمه بالوصف، تقدرون تشوفون المكان اللي بديت بيه تربيه الارانب. يعني بهذاك الوقت ربيتهم سنه ما واجهت امراض، خصوصا الجرب نهائيا ما واجهت الجرب ولا الفطريات، يعني ايام معدوده جتني امراض قليله وبس، كانوا عندي الصغار مرات يصير بيهم امراض يعني قليله، يصير واحد مثلا من بين 20 ارنب 30 ارنب مرات يصير واحد بمرض واعالجه. يعني حتى موت نهائيا ما كان يموت عندي من الأرانب بالذات الكبار، يتكاثرون وكلهم عايشين، من النادر جدا أنه يموت عندي أرنب، وحتى ولا أتذكر أنه مات عندي أرنب قديما إلا الصغار. يعني كان مرات يولدون عندي، تتذكرون بالفيديوهات القديمة، يعني مرة ولدوا عندي 5 أرانب بنفس اليوم او خلال يوم يومين ولدوا عندي 5 ارانب، يعني من كل الصغار مال 5 ارانب مات عندي مرة بس واحد. فليش؟ لان كان مكانهم مفتوح، الشمس تدخل بالمكان بالكامل، تهوية جيدة، كنت بسوي لهم بيت صغير احبسهم بالليل كلهم بداخل البيت، وبالنهار افتح لهم الباب اطلعهم، طبعا بالصيف وبالشتاء بهذه الطريقة. بالشتاء كنت اذا الجو بارد حيل اخليهم، اذا امطار وجو بارد اخليهم بالبيت مالهم، ومن الجو مشمس افتح لهم الباب ويطلعون. وطبعا بهذاك الوقت كنت انطيهم اي شيء بالاكل، خضروات غير خضروات، والاكل كل الوقت موجود قدامهم، يعني خصوصا من افتح لهم الباب اطلعهم بالمكان المفتوح، طول النهار انا مخلي الاكل قدامهم، والحمد لله ما كنت اواجه اي امراض، من النادر جدا اواجه مرض. فاهم شيء الارانب اذا عندك مكان مفتوح وتدخل شمس ويوميا تطلعهم بالمكان، يعني راح تنسى الامراض، وخصوصا مثل ما قلنا الجرب والفطريات. بعدها من سويت المحميه واجهت امراض، يعني من يوم اللي سويت المحميه الى حد الان تقريبا يعني ما خلصت عندي الامراض بالذات الفطريات والجرب، يعني لحد الان قسم ارانب مرات يصير بيهم بالمحميه مالهم، مثل عندي راس الاسد والارنب اللي معاه اليوم هم تفحصتهم لاحظت صاير بيهم فطريات. طبعا الفطريات تصير تقريبا مشابهه للجرب بس بشيء اقل، يعني تشوف الارنب عنده مكانات واقع الشعر، الجلد صاير بيه مثل القشور لونها ابيض بس شيء قليل ما مثل الجرب، اما الجرب لا راح تشوف تصير مثل الطبقات فوق الجلد ماله. فالتشميس مثل ما قلنا ومكان مفتوح تخليهم ضروري جدا، وراح تتخلص من الامراض. وان شاء الله بيوم من الايام ممكن اسوي لهم مكان مفتوح هناك، اكبر الترك اللي يم المحميه وحتى يطلعون ويتشمسون ويتشي وهم تقل الامراض مالهم. فحاليا خلينا نروح نشوفكم المحميه، طبعا بعد ما غيرت شيء بالمحميه لحد الان نفس وضعيتها، بس اليوم نظفت، وحتى عندي واحد من الارانب لاحظت شويه ماخذ برد، لان يوم واحد ما حبستهم، تعرفون يعني كلهم عاد احبسهم بداخل قفص بالذات بالليل حتى لا يبردون، فقبل يومين ما حبستهم لاحظت واحد شوية ماخذ برد. فخلي نروح هناك نصور بالمحمية وشوفكم المحمية. بسم الله. طبعا محمية الطيور هم نظفتها اليوم ونزلت فيديو، الأعشاش مال الطيور كلها تفقدتها بالقناة الثانية، راح اخلي لكم رابط الفيديو بالوصف، فمن اللي يحب يشوف الفيديو مال الأعشاش مال الطيور بالقناة الثانية نزلته هناك. هذه محمية الأرانب، بسم الله. هذا أول واحد طلع، طبعا عاد تدخل شمس بهذا الترك، فلما الجو مشمس هم أفتح لهم الباب يطلعون يتشمسون.
واخلي الباب مفتوح حتى المحمية مالهم هم شوي يتغير الهواء بالداخل وكذا. هذا القفص تعرفون اللي عاد اجمعهم بيه بالليل، فقلت لكم انه بس يوم واحد ما خليتهم بالقفص. عندي هذا الارنب تشوفون شلون خامل، طبعا كان نشط نار هذا. الظاهر اخذ برد بالليل، شوية كرمون صاير عنده سهال، تشوفون ايش قد صاير عنده خمول، وطبعا كان نشط حيل، يعني بس اجي يمه يركض ويتحرك. فشوية كرمون صاير عنده سهال قوي، انطيته فلاجين، وهاليوم هم طلعته بالشمس تقريبا ساعتين، خليته يتشمس حتى هم شوية تروح منه اعراض البرد. هذا راس الاسد شوية كان اكو براسه فطريات، اليوم هم عندي دهن طبعا استخدمه للجرب والفطريات، فهاليوم شوية دهنته. وعندي هذه بس عندها وحدة من الاقدام شوية صاير بيها جرب، لاحظت هذه الارنبة فهم دهنتها. طبعا هذا كله سببه انه التهوية قليلة والشمس قليل عاد تدخل عندهم. وطبعا انا عندي يعني منافذ للتهوية، بس قلت لكم بالليل بالذات عيصير الجو بارد، فهذه التهوية تشوفون عندي هذا الباب، عندي هذا الشباك بصفحة، عندي هذا الشباك هناك والباب، ما اقدر افتحهم لان بالليل الجو عيصير برد، والبرد راح يأذيهم ويضرهم. فما مشكلة حتى اذا شوية صاير بيهم جرب او فطريات راح اعالجهم فورا واستمر معاهم بالعلاج الى ان شوية يحمى الجو، يعني ان شاء الله 10 ايام اكثر راح يغير الجو، فبعدها اقدر افتح لهم منافذ التهوية. وحتى الشمس عندي من هناك هم راح اسوي لهم فتحة تدخل من عندها الشمس، يعني عندي هذه الشيكوة رايحة بالاخير اكو حائط هناك اقدر اقصها شوية حتى الشمس تدخل لهم داخل هذه المحمية. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم، وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.